المكتب راه كما قال الابراهيمي قال لك زعما الجمهور وي خصو غير يثق فينا فهمتي. صح حنا جينا باش نخدمو الرجاء. وهو انا كنعرف الابراهيميات بجوج، انا كنعرفهم زعما مزيان لانهم رجاويين، رجاويين ديال المعقول. كنعرفهم انا، كنعرفهم حتى انا بجوج، كنعرف ديك الحراره ديال الرجاويات اللي فيهم. فاش ولاد درب السلطان وعارف لما جا شناهي فهمتي، مده هما مع الرجاء. المهم انا ما نكذبش عليك، ملي سمعتهم انا الثقه كانت عندي الثقه في هاد الجوج. انا اللي كنت خايف منه هو الرئيس فهمتي. وي صح ما كنكذبش عليك، انا داكشي اللي داز على الرجاء كنت خايف من الرئيس بزاف. ولكن ملي كتشوف دابا هاد المجهودات اللي كيديروا، رغم ان ما كايناش الفلوس، راه كاينه ازمه. وي كيحاولوا زعما باش يطمئنوا الجمهور. وي وهذا الشيء غيلعب في صالح ديالهم، لان الجمهور خصو غير الثقه. الثقه ويرجع يدعم الفرقه. صافي ماشي يدعم الفرقه، انا ماذا بيا كون داروا واحد القضيه اللي غادي تنفع الراجل وغادي تنفعهم مزيان، هما ينقصوا من ذاك القيمه ديال الخيرات ويخليوا الناس ينخرطوا فهمتي. وي فهمتي، هذه راه واحد السياسه اللي غتنفعهم هما وغتنفع الراجل فهمتي. وي لان ما انت الخيرات غادي تهون الثمن ديالو، الناس غادي تكون الكثره ديال الناس، اذا الناس غادي تعاونك فهمتي. وي وبهذه الطريقه ما غاديش يكون مشكل عند الرجاء ديال الفلوس. لا صح هذا دابا حتى واحد القضيه دابا الرجاء خلايا عباد الله تيقولوا هادو مين كيجيبوا الفلوس، هذا تندويش على الرجاويين، تندوينا على الناس اخرين اللي كيتنافسوا معانا، ولا كيقولوا هادو مين كيجيبوا الفلوس، ياك عندهم الازمه وباقي مقجوجين وكيفاش داروا لها وكيفاش هادي. انا حاجه عجبتني بزاف هي شويه داك المحيط ديال الرجاء بدا شي شويه كيتنقى، بدا كيتنقى من ناحيتاش، من ناحيه الوكلاء وبعض اشباه الصحفيين اللي كانوا كيتحلقوا على الوزيس وكانوا يعني كيقلبوا على مصالح ديالهم. فكاين واحد النوع من بدات الفرقه شي شويه، كاين واحد الاحترام، كاين واحد شويه ديال ما بقاش ديك السيبه، ما بقيتش كتشوف شي سماصري كيهضر، ما بقيتش كتشوف. وحتى قضيه اخرى هو انه كانوا عندنا واحد الوقيته بزاف ديال العمل يشادوا بسماصري واحد وكيل ديالهم واحد متحكم فيهم. هاد القضيه بدات كتحيد من الرجاء تدريجيا، وهاد القضيه راه كانت متحكمه في الرجاء ومتحكمه حتى في لي ريزولطا تاع الرجاء. راه كان فهمتي، كانوا دوك اربعه ولا خمسه اللاعبين شادهم واحد، الا بغاو الرجاء تربح راه كتربح، بغاوها تخسر راه كيسابوطيوها. راه كانت مسائل خطيره في الرجاء، تنظن انه شويه هاد المسائل غدا تدريجيا وكتقل. هادشي اللي كيفرحني انا على مستقبل الرجاء. تفضل خويا. كون صيفطوا شي واحد، شي تقني، شي واحد في هذا الكاس ديال افريقيا اللي لعبها دابا، شوف لينا شي صانع العاب، لان الرجاء خاصها صانع العاب. مادام طلقتي الحفيظي، خصك صانع العاب. انا واحد القضيه، انا مع الفكره ديال انه صانع العاب. انا بالنسبه لي صانع العاب اذا كان غادي يجي يكون مثلا غير الفقيه فهمتي، تسيني معاه واحد سيموا، إذا كان فسخ، لأن سمعنا بأنه فسخ مع الماس باش يمشي لليبيا. كيمشي لليبيا ولكن ما مشاش، كاين شي مشكل بروكا؟ لا. أنا اللي عندي في خبري أنه ما عندوش شي مشكل إداري اللي حابسو باش يمشي لليبيا، دوك ما بقاش مشى لليبيا، دوك يجيبوه ست شهور. ولكن صانع ألعاب راه لعاب اللي كيأمباكتي الجروب، كيأمباكتي لو ستيل دو جو الفرق. أنا بالنسبة لي اللاعب ما خصناش نتسرعوا صانع ألعاب. صانع العاب ناخذ وقتنا ونجيبوه في الصيف ماشي دابا، لان دابا شويه بقات لك 7 ايام ويسالي الميركاتو، سي طرو طار. 10 خصك تقلب على واحد يكون غارق ويكون كويري، ومن الاحسن جي من هنا لشهر 6 يمكن لك تخوي بلاصه ديال الافارقه وجيب واحد افريكان كويري 10 ديال بصح. خليني من دوك 10 واد تاع بنعاني اللي كاين في المغرب كيلعب لك 5 دقائق وكيغبر لك نص ساعه. شوف انا عندك واحد القضيه، شي معتاني ياك زعما هو اللي كيبان لنا 10 في المغرب، معتاني تفرج فيه غادي يبان لك كيبان ربع ساعه وكيغبر نص ساعه،
كيغبر ما كيبقاش في الكره كاع. هنا تيبان لك بانه اللاعب عندنا كتلقاه عنده لا تكنيك وكتلقاه ناقص فيزيكمو ولا ناقص تاكتيكمو باش يمشي يتبلاص ويقلب على البالون ولا كذا. يعني ما عندناش ان فغي ديز في المغرب راه باقي ما كاينش. دونك من الاحسن نصبروا حتى الصيف ونجيبوه ديال قيمه الرجاء. ولكن اون اتوندو نشوفوا شي واحد اللي قدير لنا هاد لي سيموا، لان محتاجين شي هاد اللعابه اللي عندنا دابا. جيب لهم غير 10 اللي غيلعبهم والله سيدي حتى غادي يمشي يديروا سيزون اكسبسيونيل. انا بعدا باينه ليا في السماء ما كاينش اخ يوسف دابا ما دام لقاو مشكل يدخلوا خويا داك الشاب داك معاد يدخلوه يجربوه هو خاص اونكادري يتولي ماشي بوحدو سي اونكادري يتولي يعاونو يتولي داك الدبل يعطي داك الدبل نو بطبيعه الحال خصو شي واحد اللي حدا لعب حدا اللي فهمتي وهذه ما غريبهش على الراجع وليد الراجع راه قاعد على صغار كان لعبوا صغار في الرجاء وكان حداهم لعابه اللي ساعدوهم هذا ما كنظنش غادي يلقاو مشاكل في هذا الشيء ما كنظنش سيماريو اخويا شوف هذه الهضره اللي كتقول انت هي خطيره وسمح لي انا ما نقدرش انها تقال عندي انايا يعني واش عندك ما يثبت انهما فاسدان واش انت عندك ما يثبت بانه الابراهيميان فاسدان اسمح لي فاش بان لك فسدوا انا عرفتهم عن قرب راه ماشي كنحامي عليهم انا ما كيعرفهمش هذا انا ما كيعرفهمش هذا كيهضر هذا اللي عارف كنت معاهم في الجمعيه راه ايوا عشت معاهم انا في الجمعيه راه عشت معاهم اكثر من 9 شهور وانا معاهم في الجمعيه كنشوفهم شي مره ثلاثه في السيمانه الله يرحم والديه الهضره ديال فاسدان راه شوف انت تقول انسان فاسد راه كتحصل ليه السمعه ديالته ولا راه بالغ كاذب هذا كيتسمى راه كتكون عندك متابعه الشريف الله يرحم الوالدين الا ما نقولش انتم تهم على عواهين هذوك رجاويين قح هذوك واحد ولدو بوش نشوف ولا خوت ضربوا قريعه رجاويين هذو فهمتي نقول لك انا اللي عارف اش كاين فهمتي والله ديما خاص السيده مسكينه كيسمع هذا كيسمع ما عرفش اش مورد الرجاء ما عرفش اللي كيبغيو الرجاء لا اله الا الله لا اله الا الله واخا خويا كاين واحد الاقتراح واحد السيد قال لك اودي علاش ما يديرش سيموا مع الباكي هذاك السيد هذاك والله الا متعصب شي مباركي مبارك والله خويا راه مدرسه هذاك السيد مازال يلعب مازال عندنا مازال عنده القدره يلعب هذه فكره زوينه علاش هو مباركي كواري مباركي يا صاحبي هو كواري لا يناقش احد راه هو لو ميور ديس كاع اللي عندنا في المغرب ولكن والله ما كذبتي كان هو الحفيظي وهادو من الاحسن ما نجم المغرب زعما في العشرات هذه لا معقولة وي نتمنى الله هادشي اللي كاين اخي يوسف وي وشكرا اخي يوسف تحياتي لك اخويا فرصة سعيدة تبارك الله عليك اعانك الله ميرسي شكرا